يناقش مجلس الأمن الدولي قضية الناقلة النفطية المتهالكة صافر والراسية قبالة سواحل اليمن. تعقد الجلسة بطلب من بريطانيا وتأتي بعد تزايد المخاوف من حدوث تسرب نفطي من الناقلة صافر. فعلى من تقع مسؤولية السفينة؟ وما الأثر الصحية والبيئية التي قد تترتب على تسرب النفط منها؟ من القاهرة انضم إلينا وزير المياه والبيئة اليمنية المهندس توفيق الشرجبي. أهلا بك سعادة الوزير. وفي عام 2020 في ديسمبر تحديدا من 2020 دورية فرونتيرز إن مارين ساينس نشرت تقريرا أو دراسة حذرت من أنه تسرب ما يزيد عن مليون برميل من النفط من هذه الناقلة الصافر بات وشيكا ويرجح أن يكون في أي وقت. بالتالي من يتحمل مسؤولية هذه الناقلة برأيك؟ أهلا وسهلا بك. حقيقة منذ أكثر من 4 سنوات كانت هناك تجري دائما مشاورات من أجل إلغاء هذا التهديد البيئي الكبير والخطر القائم قبالة شواطئ البحر الأحمر، إلا أن الميليشيا الحوثية كانت على الدوام تضع العراقيل أمام أي جهود من أجل تفريغ النفط الموجود على متن الناقلة صافر وكذلك قطر السفينة. في العام 2018 كانت هناك مشاورات، تحققت الحركة الحوثية حينها بعدم قبول مفتشين وطنيين من شركة صافر اليمنية، وطالبت بأن يكون هناك مفتشين أو خبراء محايدين. الحكومة اليمنية تقدمت بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة بإرسال فرق أممية من أجل تفقد وضع السفينة بعد فترة توقف طويل عن عملية الصيانة منذ العام 2015، والنظر في إمكانية تفريغ الحمولة وإلغاء هذا التهديد البيئي الكبير. وبالتالي تم إسناد هذه المهمة إلى منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونوبس، وفي البدء وافقت الحركة الحوثية على قدوم مفتشي الأمم المتحدة، ومن ثم تراجعت على مدى 4 مرات. كانت الحركة الحوثية توافق وثم تتراجع، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارين بخصوص الناقلة صافر. أكد القرارين على أهمية السماح للمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وتقييم حالتها والأضرار التي لحقت بها جراء الفترة الطويلة من عدم الصيانة والتوقف لتفادي كارثة بيئية ستلحق الجميع في اليمن والإقليم والملاحة الدولية، وبالتالي المسؤولية بالكامل ملقاة على عاتق الحركة الحوثية التي تقع السفينة صافر للأسف الشديد في مناطق سيطرة الحوثيين. طيب الآن مجلس الأمن يناقش هذه القضية، قضية الناقلة صافر، ماذا تتوقعون؟ هل إن وافقت، وافترضنا أن وافق الحوثيين على أن تكون هناك دراسة وتقييم لها من فريق الأمم المتحدة أو عمل صيانة، هل الوقت مساعد؟ هل تعتقدون بأنه يجب تفريغ حمولة هذه السفينة أولا وقد لا تجدي معها صيانة مع طول المدة وعمر السفينة أصلا؟ هذا صحيح، بالفعل لم يعد هناك
أي إجراءات سوى التفريغ الفوري للحمولة، ومن ثم النظر في إمكانيات الصيانة وقطر السفينة إلى منطقة خارج المنطقة التي تتواجد بها. وحقيقة كنا في الفترة الأخيرة وعد عقب تصريحات مسؤولين أمميين من أن هناك مشاورات مكثفة جرت خلال العشر الأيام الماضية مع مسؤولين في الحركة الحوثية من أجل إعادة السماح للمفتشين بالوصول إلى الناقلة، ولكن فوجئ الجميع يوم الثلاثاء الماضي ببيان عن الحركة الحوثية يؤكد بأن هذه المشاورات مع الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، وكذلك الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أبدى شديد أسفه لوصول المشاورات أو المباحثات مع الحركة الحوثية إلى طريق مسدود. وبالتالي على إثر هذا التطور الخطر يعقد اجتماع لمجلس الأمن بطلب من المملكة المتحدة لتدارس الإمكانية الراهنة من قبل دول العالم والإقليم لتفادي كارثة. طيب ماذا يمكن لهذه الدول، عفوا سعادة الوزير، ماذا يمكن لهذه الدول أن تفعل؟ لأنه أي تسرب نفطي سيزيد بأربعة أضعاف عن التسرب الذي حصل في عام 89 في خليج ألاسكا من فالديز إكسون فالديز، ووقتها دفعت الشركة حوالي 900 مليون دولار كتسوية من أجل التنظيف الانحطاط. بدون أدنى شك أنها مشكلة كبيرة، وأن تسرب النفط أو حتى احتمال غرق السفينة أو انفجارها لا سمح الله هي كارثة بيئية كبيرة تتجاوز بأربعة أضعاف الكارثة التي ذكرتها. وبالتالي كان يعول على أن كافة دول العالم بما تمتلك من قدرة سياسية ودبلوماسية أن تضغط على الحركة الحوثية، وكذلك الدول الإقليمية التي تساند الحركة الحوثية أن يتم الضغط على هذه الدول وعلى الحوثيين من أجل تجنيب المنطقة واليمن هذه الكارثة. خارج إطار كل صراع سياسي أو عسكري، هذه جريمة بيئية سيلاحق الحوثيين كمجرمي بيئة. لا يمكن أن يظل العالم يتفرج على التعنت الممتد لسنوات من قبل الحركة الحوثية ضارب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالبيئة، حماية الملاحة الدولية، الأضرار الهائلة على الموارد الطبيعية، على مزارع الأسماك، على البيئة الشاطئية، على الزراعة، على تلوث الهواء، الطيور، أشجار المانجروف، الجزر المحيطة، الشعاب المرجانية. كارثة ستمتد لعقود قادمة، لا يمكن أن تترك الحركة الحوثية بهذا التعامل اللين. المنظمة الأممية أكبر منظمة دولية في الوقت، يعني في الأرض، ينبغي أن يكون هناك تحرك حقيقي. هذا التحرك الحقيقي سأعود معك فيه، وهل لديكم أصلا خطة طوارئ؟ لكن كشفت دراسة لرويترز أن مارين ساينس كارثة ناقلة أو كانت هذه الكارثة تفوق ناقلة صافر وبات وشيكا، وتابع أبرز ما جاء في هذه الدراسة. طيب سعادة الوزير، إذن هذه الكارثة لا قدر الله ستفوق تلك التي حصلت لأكسون، ولكن
هناك تهديد الحياة البحرية في البحر الأحمر، في قناة السويس، في مضيق هرمز، البحر أيضا كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهناك تهديد بانسداد عدد لا يحصى من محطات تحلية المياه في المنطقة. بالتالي خطة الطوارئ، هل هناك خطة؟ حقيقة في البداية كانت الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل تلافي هذه الكارثة، وبالتالي السماح بقطر السفينة أو تفريغ الحمولة وقطر السفينة. في سبتمبر من العام الماضي بدأت الجهود فيما يتعلق بإعداد خطط الطوارئ، وقبلها بفترة بدأت الجهود المباشرة من إثر اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب، إثر الدعوة من المملكة العربية السعودية لمناقشة التهديد المتمثل في خزان صافر. وتم الطلب من كافة الدول المطلة على البحر الأحمر تحديد خطط الطوارئ، وكذلك تكليف الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بإعداد خطة طوارئ إقليمية والتواصل مع الدول المشاطئة المتشاطئة للبحر الأحمر. وبالتالي تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ في الجمهورية اليمنية، وتدريب عدد من الكوادر على الانسكابات النفطية في الشواطئ. نرجو ألا تحتاجوا لذلك. شكرا جزيلا لك وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، كنت معنا من القاهرة.